يعني زي ما انتم شايفين احنا دلوقتي موجودين في مقابر الفنان الراحل الكبير ممدوح عبد العليم، هيستحل ذكرى ميلاده اليوم. هو من مواليد 10 نوفمبر عام 1956، هو حاصل برضه ايضا على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية. بدأ مشواره كطفل في برامج الإذاعة، واختاره المخرج نور الدمرداش في طفولته للمشاركة في مسلسل الجنة العذراء مع الفنانة كريمة مختار. كانت البداية الحقيقية للفنان ممدوح عبد العليم في التمثيل من خلال مسلسل أصيلة مع الفنانة كريمة مختار عام 1980، ثم توالت أدواره في الدراما التلفزيونية وأبرزها المسلسل الكبير جدا اللي احنا كلنا فاكرينه، مسلسل ليالي الحلمية، وأيضا مسلسل ليلة القبض على فاطمة، وجمهورية زفتة، وشط اسكندرية، ودعوة للحب، وصيام صيام، والضوء الشارد، أيضا من المسلسلات الكبيرة واللي أثرت جدا بسوق المسلسلات المصري، وأيضا مسلسل السيدة الأولى وغيرها من المسلسلات. وبرضه كان للفنان ممدوح عبد العليم نصيب من الأعمال السينمائية، أبرزها برضه أفلام بطل من ورق، والشعر الأبيض، وسمع هس، والبريء، والخادمة، ومشوار عمر، وتحت التهديد، ورومانتيكا، والراية الحمراء. وسبق للفنان ممدوح عبد العليم الزواج من الفنانة نبيلة كرم قبل أن تنتهي علاقتها بالانفصال، ليقرر الفنان الزواج من الإعلامية شفكي المنيري التي تعرف عليها في لندن أثناء تصوير الجزء الخامس من مسلسل ليالي الحلمية، بعد أن تواصلت معه ليكون ضيفا في حلقة آنذاك تصور في لندن. وسافر ممدوح وقابلها وبدأت قصة الحب التي استمرت حتى وفاته، وأسمرت عن إنجابها لابنته الوحيدة هنا. توفي ممدوح عبد العليم في 5 يناير عام 2006 بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء ممارسة الرياضة داخل الجيم، حيث توفي أثناء وقوفه على المشاية الكهربائية، فقام أصدقائه بنقله للمستشفى لإنقاذ حياته، ولكن الأطباء أكدوا رحيله عن دنيانا عن عمر ناهز 60 عام.